استلمنا رسالة المهام لرئيس الجمهورية الذي حدد لنا إطار هذا العمل اللي هو عمل مراجعة الدستور. في نفس الوقت تركنا السيد رئيس الجمهورية حرية التقدير فيما نراه من اقتراحات لتحسين هذا الدستور من جانب الشكلي ومن جانب الموضوع، علما بأن هذه اللجنة ليست مجلس تأسيسي بل هي لجنة خبراء سوف تقترح كل ما تراه مناسبا لتدعيم وتطبيق ولإرساء المبادئ الأساسية التي يقوم عليها وتقوم عليها دولة القانون. هي في الواقع سوف لن ننطلق من فراغ، أهم المبادئ الموجودة في الدساتير السابقة لكن ربما تحتاج إلى تدقيق، إلى التقنين، إلى وضع الأدوات الأساسية لضمان تنفيذها، وهذا هو الأساس. اللجنة ماهيش هي اللجنة الاستشارية. فيما بعد وهذا أمر هام، بعد تقديم الوثيقة سوف يسرع السيد رئيس الجمهورية باستشارة كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإبداء ما يرونه من اقتراحات لإثراء هذه الوثيقة.